لا يحظى ولا بجزء من هذا المرح. وهو بعيد تماماً عن إدراك الهدف من هذا. وهنا يأتي دور العائلة. بالنسبة إلى الفيلة، فإن المشكلة التي يواجهها أحدها تمثل مشكلة للجميع. ربما جرى إبعاد تيمبو جانباً، لكنه موجود عند الحاجة إليه. نجا الصغير من الرحلة الأولى إلى المستنقع، وفي يوم ما سيتعلم كيف يستمتع بها أيضاً. في النهاية، الجميع سيجد مكاناً له في هذه الأرض. تربية الصغار مهارة نتعلمها بالخبرة. على الصخرة العظيمة موطن قردة البابون، لا يزال والد جديد يتأقلم مع الصدمة. يواجه باكاري مشكلة صغيرة. عندما أصبح الصغير يتيماً، أخذه ليربيه كابن له، لكنه لا يعرف شيئاً عن كيفية تربيته. أو مدى صعوبة ذلك. قلبه يرشده إلى العمل الصحيح حتى وإن لم يفعل الصغير ذلك. يمكنه أن يوفر الرعاية والاهتمام، لكن لا يزال الصغير يدور في حلقات حوله. ومشاكله لا تنتهي هناك. بالنسبة إلى القائد، باكاري مدع، ويجب إبقاء المدعين ضمن حدودهم. إما بالترهيب، أو بالإذلال. حركة دفاعية واحدة وسيهاجم القائد. نظراً لكل ما يجري ضده، كيف سيتمكن باكاري من إبقاء الصغير حياً؟ يعيش على هذه الأرض آباء ذو مهارات عالية. في هذا الوقت من السنة، يمثل الجوع أعظم التحديات التي تواجهها، حتى بالنسبة إلى الأسود. نفيت كالي من مجموعتها بعد أن أنجبت صغاراً من ذكر غريب. ومع الكثير من الصغار الذين يجب الاعتناء بهم، فلا بد من أن تجدا مكاناً للاختباء.
وبما أنها تربي صغارها بمفردها، فليس لدى كيكي أحد يحمي ظهرها عندما تبحث عن الطعام. إن اصطادت طريدة أصغر، فسيقل احتمال أن ينتبه إليها أحد. كل ما تحتاجه هو أن تبقى صغارها هادئة ولا تبارح مكانها. أين الصغار؟ تعلم الصغار الدرس. هنا يجب على من يربي الصغار بمفرده أن يتعلم بسرعة. رعاية الصغار أسهل مع وجود شريك، غير أن إيجاد الشريك المناسب أمر ليس بالسهل على الإطلاق. إناث النعام يصعب إرضاؤها، فقط الأفضل سيفي بالغرض. هل هو ملائم كما يبدو؟ إنها منبهرة. لكن هناك مغزى، فآخرون فعلوا مثله وتركوا البيض خلفهم. لكن إن كانت هي المسؤولة عن العش، فستحرص على أن يحصل بيضها على أفضل رعاية، كما أنها ستحصل على من يدعمها ويحميها. وبما أن السهول أصبحت مهجورة، غادرت قرود البابون صخرتها بحثاً عن الطعام. ويكتشف بكاري أن الأبوة مليئة بالوحدة والإرهاق في آن واحد. وبدون أي خبرة ولا حليب ولا مساعدة، فإنه مثقل بالهموم ومتعب جداً جداً. بكاري يبذل أقصى ما بوسعه، لكن هذا ليس كافياً. فهو يحتاج إلى المساعدة. بطريقة ما عليه أن يستمر. مع جفاف السهول وفراغها، أصبح الرعي محصوراً بالأراضي المنخفضة التي تحيط بالنهر. بما أن الجميع هنا،
تحاول كيكي البقاء بعيدة عن الأنظار. لأنه حيث يوجد الطعام توجد المنافسة. ينتمي سافو إلى المجموعة العظيمة، لو كانت وحدها لاستطاعت أن تسبقه في الجري، لكن لا يمكنها ذلك مع الصغار. كان دخول أرض مجموعة الأسود خطأً بسيطاً، هذه الأرض تعصف الرياح بالاتجاهين وكذلك الحظوظ. وبما أن كالي وشقيقتها تعملان معا، فإن صغارهما تكبر بحال جيدة. تتعرف كالي على سيفو في أي مكان، فقد كان واحداً من الأسود التي أبعدتها عن المجموعة. هل هو هنا للانتقام من صغارها؟ هذا الوقت من السنة يمثل الحفاظ على حياة الصغار وظيفة بدوام كامل، وعلى نالا أن تفعل ذلك أثناء قيادة عائلتها. بالنسبة للجميع، يستحق الأمر القتال لنكون جزءاً من عائلة. بصفتها الأم القائدة، يجب على نالا مشاهدة هذه المسابقة عن كثب. إحدى شقيقاتها في سن التزاوج، وهناك ذكران يريدانها. ستوضع حكمة نالا موضع الاختبار الآن. على الفائز الآن أن يظفر بنالا، وهناك الكثير على المحك. يمكنه ببساطة
أن يسحق صغيرها. إنه مهذب وينظر إلى كل أنثى الواحدة تلو الأخرى. ويتصرف بحذر حول الصغير. هل استطاع الفوز بموافقة نالا؟ بما أنه ترك انطباعا جيدا، نال الذكر ما جاء من أجله. رأى تيمبو ابن نالا في تاسكو الضخم قدره في مكان خارج عالم قطيع الإناث. يوما بعد يوم تستمر الهجرة العظيمة، يدفعها السعي وراء المراعي النضرة. تحملت شاني وصغيرها رحلة مجهدة للوصول إلى هنا. لكن الأسوأ لم يأتي بعد. الوصول إلى الأراضي العشبية الغنية يعني تجاوز النهر الخطر. يتجمع المزيد من التماسيح كل يوم. أصبح قرار شاني بشأن توقيت العبور أكثر صعوبة. لكن بعد أيام من الولائم نامت التماسيح لتهضم ما أكلت. إما الآن وإما فلا. سواء كان جائعا أم لا، لا يمكن الوثوق في أي تمساح. لا تشكل التماسيح الخطر الوحيد، فالتيار يحصد حياة الكثيرين أيضا. الآن شاني هي من تكافح من أجل حياتها. التماسيح لا تستسلم أبداً، وكذلك الأمهات. ما من استجابة لنداءات شان.
صغيرها انجرف بعيداً. مرهقاً وضعيفاً، لا تزال شاني تبحث، فصغيرها في مكان ما هناك. ضائع ووحيد ويسعى لصحبة الغرباء. ومن ليس من العائلة لا ينتمون إلى المجموعة. وبدون أم لا يمكن لأي صغير أن يعيش لوقت طويل. كل يوم علينا جميعا الذهاب إلى حفرة الماء. بالنسبة للبعض تأتي القطعان الزائرة بالطعام والاكتفاء. بما أن كالي وصغارها منفية من المجموعة العظيمة، فإنها المرة الأولى لها التي تشعر فيها بالأمان. لكن ربما هناك أمل. مع وصول عائلة نالا لتشرب تزداد الحماسة. في هذه الفترة من السنة تجمع الحاجة إلى الماء الأصدقاء القدامى. وهي فرصة لنالا لتفخر بصغيرها الجديد. هناك الكثير من الأمور لتستمتع بها العائلة. حمام ترابي سيحميها من الشمس. هنا يحصل تيمبو أيضا على الفرصة للقاء ذكور من سنه وليلعب لعبة القتال وينفس عن غضبه. لن يكون شقيقه الأصغر وحيداً. لكن تيمبو يشعر بحماسة زائدة ويمضي بالأمور بعيداً جداً. إن ابنها يكبر.
وسرعان ما سيبتعد عنها. لكن هل هو مستعد؟ جساري وعائلته مثابرون وعازمون، لكن منافسيهم كذلك أيضا. لدى زليكا غريزة لكل فرصة، ربما تغلب جساري على زليكا من قبل، ولكن هذه المرة لدى زليكا دعم مبهر. سيكون على جساري القتال بقوة للحفاظ على وجبته. الآن تعرف الضباع أن في استطاعتها الفوز، وستراقب وتراقب وستأخذ كل شيء. بالنسبة لعائلة الفيلة، تدور الحياة الآن حول الزيارات اليومية إلى حفرة الماء. في الوقت الذي يتعلم فيه صغير نالا كيف يستخدم خرطومه ليشرب، أصبح ابنها الآخر تيمبو على أبواب سن البلوغ. كل ما يريد فعله هو الارتماء في الأرجاء. حان الوقت ليغادر تيمبو. مثل جميع الفيلة الذكور قبله، فإن مصيره هو أن يعيش الحياة كعازب متنقل. لكن كسر الرابطة العائلية أمر مؤلم للجميع. للمرة الأولى في حياته أصبح وحيدا. وكل صوت يغذي خيالنا.